في ايديه اذا في تعقيب قصير نحيله له الكلمه، لانه بعد سنوفل اكيد باش تكون الكلمه سنابيل حسب. سنابيل سنابيل، رفع يديك فقط. سنابيل تسمع فينا حضرتك؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بك يا فندم. ظننت ان صديقي وزميلي جمالي قبل ما نستداخل. مش نوفل جمالي معناها طالب المداخله قبلي؟ اي لا، هو احنا عندنا تنظيم يعني في ورقه قدامنا في نوفل وبعد مباشره عندك انت. شكرا. العفو. مرحبا. لكي لا اطيل ولا اعيد كلام زميلي، تحيه للجميع. من اهلا سنابيل، نتشرف بيك. شكرا لحضور حضرتك وبقيه الحضور. لكي لا اعيد كلام سمير دي، خاطر ما اختلفش معه برشا، ولانه الفرق بيني وبيني انه هو كان جزء من البلوكاج هذايا او من الانسداد هذه، وانا والحمد لله ساصبح جزء، لست بعد جزءا منه. به هو قال جمله بنعرفوها الناس كل القانونيه، اعمال العقلاء مصانعه عن العبث. يبدو أن المشكلة هو في غياب العقلاء، لأن العبث واضح اليوم وجلي. دونك يبدو أن المشهد ولا الساحة السياسية مش اليوم برك، بعد الثورة غاب عنها العقل. وأنا اليوم رغم اللي نسبيا نائب جديد يعني عام ونص تقريبا، سنة ونصف، ما عرفش نتحدث بالعربية الفصحى ولا نتكلم على راحتي. خذ راحتك، تكلم باي حاجه. تنسي الموضوع، تنسي سي جمال الموضوع، تنسي والقاعد ما تمين بيت التوانسه، تحكي تنسي. شكرا. أي. انا كل يوم معناها ترسخ عندي قناعه اننا نعيش للاسف ديمقراطيه شكليه فقط، مؤسسات يبدو انها معناها تظهر لنا الديمقراطيه، تظهر لنا الدستوريه. نفس الشيء ممارسات نحب نقولوا اللي هي ديمقراطية، يمكن مقعد من الممارسات الديمقراطية للانتخاب، وهذا بيدو مادة ديمقراطية فيه قاعدة تأكل يوما بعد يوم. هذا كل لماذا؟ لإضفاء شرعية على قرارات بعض الأطراف السياسية، أو بالأحرى على ما يخدم مصلحة الأطراف السياسية وليس بالعهد من قدم. نحكي عن الجلسة الشهيرة أو الأمس، جلسة اللطم والرفس. معناها عند كي تشوف جلسة عامة تحت قبة المجلس، نائب يعتدي على نائب، ثم نائب ثاني، ثم نائب ثالث، ثم نائب يلوح بالمال كانوا في كباري، والجلسة العامة تتواصل، رئيس الجلسة أو رئيس الجلسة لا ترفع الجلسة. سامحوني سأشبه في مباراة كرة قدم يضربوا الملاعبية وللجمهور، حكم يوقف المباراة ويدخل اللاعبين لغرفة للفيستير ويفرغ استاد، ما يرجع كان لما يستتب الأمن في الميدان. هذايا في مباراة كرة قدم ما نعرفش فين. احنا في مجلس نواب الشعب، الناس اللي تشرع للشعب الكريم هذا اللي انتخب، البنية تخيط والجلسة متواصلة الواجه. قد ثم طرف سياسي حشته بعدد أصوات لتمرير اتفاقية حشته به، لن أخوذها في النص الاتفاقية، لكن هاول الميكانيزمات الذهنية التي تحرك الساحة السياسية والنواب والأطراف السياسية الفعالة في مجلس نواب الشعب. دونك المجلس نواب الشعب والسلطة التشريعية والمؤسسة التشريعية أصبحت أداة لشنو؟ لمصالح حزبية ذاتية. كي توصل تقتنع، واليوم واضحة معناها اللي ما يقتنعش بهذايا لا يريد أن يرى، معناها مش لم يرى ولا لا يريد أن يبصر، قد هناك من يرى بالعين ولكن لا يبصر بالعقل والقلب، لا يريد أن يبصر أن إحنا انخرطنا كلنا في مسرحية سيئة جدا. معناه مسرحية جزء منها هذا، أو فصل من فصولها، أو أكسسوار من أكسسواراتها، مش حتى ممثل ولا كومبارس، أكسسوار من أكسسواراتها أصبح المحكمة الدستورية. أذكركم أنه في جلسة نهار الثلاثة الفارط كان معين نقطة في الجلسة العامة، هي شنية المداولة في رفض رئيس الجمهورية لختم قانون المحكمة الدستورية أو تعديل قانون المحكمة الدستورية. هذه عمرها ما صارت، أنه أو سمير من المجلس التأسيسي موجود، أنه مجلس نواب الشعب يتداول في تصرف طرف سياسي معين، عمرها ما صارت.
الهدف منها شنو هو جوستومون؟ هي انه جميع الاليات او الاكسسوارات اللي حكيت عليهم انا اللي نسميو فيهم ديمقراطية، جلسة حوار رسمت في جلسة البرلمان، هي تقول لك صورة من صور الديمقراطية، وهي في الاخر اكسسوار من اكسسوارات خدمة الذات وخدمة المصلحة. دونك كل شيء ولا اكسسوار بما في ذلك نحكم الدستوري اللي رقد عليها 10 سنين ولات اليوم اولويه الاولويات. ولن نتفق ولن نتنازل ولن نصوت على محكمة الدستورية يوم التو، لن تمر الاسبوع القادم، كونوا مهنين معناه، ولن تمر معناه ما دامت الذهنيه هذه تحكم وهذه الطبقه السياسيه، اولا لن تمر، وثانيا الافضل ان لا تمر، خاطر باش تكون محكمه دستوريه اولا مطعون في نزاهتها واستقلاليتها، مطعون في شرعيتها، عضو معناها انتخبناها عنده سنتين ينتظر، وهذا من يلتحق معناها ديجا الصوره في حد ذاتها مضحكه. واكثر من هكا لعلمكم سيدي مول بلوكاج اليوم في المجلس النواب الشعب انتخبنا لنفرض معناها هالطبقة السياسية اتفقت على اكسسوار معين اضافي للمسرحية هذه، فاضافته ريدو بروجيكتور اضاءة من عرش انا سجاد اللي تحب انت اكسسوار في الركح هذا في المشهد هذا، فاضافته هي وثمانية الاخرين عن اربع مجلس على القضاء. يكفي ان ترى ان تنظر لملف طيب راشد وملف البشير العكرمي لتفهم المجلس على القضاء وماذا يمكن ان ينتج. يكفي أن تعلم أن المجلس على القضاء اليوم الناسي هذا ما عملش نظام داخلي نتاعو، وأنا ما نعرفوش حتى غدوة كيف يتم انتخاب الأعضاء هذا. ثم بعد ذلك سنمر للسيد رئيس الجمهورية، وهنا ما يحكم فيه حد، يعين أربع ملقاء نفسه، سترى الهجومات والانتقادات للي باش يختارهم محكمة المجلس على القضاء، وأكثر من ذلك بكثير للي باش يختارهم السيد رئيس الجمهورية. هذا إن توصلت المجلس على القضاء للانتخاب 145 صوت، وهذا إن رئيس الجمهورية أعطانا أربع أسماء أو اختار الأربع الأعضاء. يعني كي تخممها كلها مع بعضها نعاود نقول اليوم سؤالكم أنتم أسكو هي نتيجة أم سبب؟ كش قلت صديقي أنت الدجاجة والعظمة هكا ولا أنا يظلي هي 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 سلاح معركة أصبحت، ليست السبب وليست نتيجة، هي سلاح من أسلحة المعركة، أو كما قلت من الأول ديكور نؤثث به المسرحية السامجة التي نعيشها. في الأثناء هاو نعطيكم حاجة أنا أخطر من المحكمة الدستورية وجودها أم عدم وجود زملائي إنه بيعرفوا أكيد أنتم تعرف، اليوم كي رئيس مجلس النواب أو مكتب مجلس النواب يتعسفوا على النظام الداخلي وعلى القانون وعلى الدستور، بشكون نجم نشكي به؟ أطعنوا عند أي جهة؟ لا توجد جهة واحدة يمكنني أن أطعن وأن تنصف وأن تبت. الجهة نقولوا عديد الكتل وعديد النواب طعنوا لدى المحكمة الإدارية، جوابها سهل، ترفضوا لعدم الاختصاص. يعني اليوم كان عندك أغلبية في مجلس النواب الشعب تفعل ما تشاء، تعبث بالقوانين والنظام الداخلي والدستور وتشكي الرب سبحانه يجيب لك حق. فثم حتى طرف قضائي في تونس، حتى جهة قضائية يمكن أن تنصفك، وهذا صاير، تعسفات صايرة وزملائي يعرفوا، وهنا نتفرج في بعضنا. دونك بالذهنية هذه الهيكل هذا اللي في المجلس التشريعي هو يعبث بنظامه الداخلي، تحب تأتمنوا على محكمة دستورية محايدة؟ الحقيقة معناها يجب أن نكونوا طوباويين ياسر ياسر معناها باش نعتقدوا أنه هذا هو الحل. ثم أخيرا باش ما نطولش عليكم، منعنا هيئة احنا تبت وقتيا في دستورية مشاريع القوانين، بالممارسة كل ما جاء ملف فيه ريحة السياسة في جانب سياسي تنكروا له، أنا سمينه كران عدالة ثم شكون يقول لا، أو ترفض البت، والحيلة سهلة برشا، ثلاثة مع ثلاثة ضد، لم تتوصل إلى قرار، يبقى الأمر معلقا يمشي لشخص واحد اللي هو رئيس الجمهورية يولي هو محكمة دستورية وهو يقرر. الحقيقة معناها نعرف اللي نقول فيه محبط،
امام زاد واحد ما نجمش يزين الباطل للاسف. السبب الحقيقي للانسداد اللي عايشين فيه هما الاشخاص وليس النصوص. خاطر صحيح اعمال العقلاء مصانعه باخذ اعمال العقلاء مصانعه العبث، ونحن غاطسين في العبث للعنكوش. دونك واضح اننا لسنا عقلاء.